السلام عليكم. أتواجد في قصر الحكومة بالنبرة ببامبلونا، وأن الآن نتواجد في ساحة أو قاعة العرش، وكما تشاهدون يعني كما تشاهدون ضربيات أو علم العلم الذي استحوذت عليه الجيوش الإسبانية في معركة العقاب أو معركة تولوسا، وكما يعني وكما هناك عدة تحف فنية وتاريخية وتاريخ مشترك ما بين المسلمين والمسيحيين هنا في هذا القصر. كما أتوجه إلى جميع يعني المسلمين النبرة مغاربة أو غير مغاربة بزيارة هذا القصر في يوم قبل أسبوع قبل يوم النبرة، للتعرف على كما قلت سابقا على عدة تحف لتاريخ مشترك ما بين المسلمين والمسيحيين. السلام عليكم.